لما دريت ان بنتي في بإعاقة كنت اذهب بها للتربة للعلاج الطبيعي، وكنت كل الوقت يروح الوقت حدود ساعة طالع للتربة، يعني بعد اذان العصر ارجع مع الطالبات بالباص للبيت، يعني الوقت كله حقي يروح واني بالتربة، يعني بعيد عن عيالي عن بيتي يعني كذا. الجلسة ب 1500 كان، الفلوس حق الباص كان 1000، يعني 1000 طلع نازل. يعني صعوبة، يعني الوقت يضيع كله، ونحن بالمسكين نحن مسافرين بالتربة. بعدين من كثرة التعب والجهد والوقت إنه يضيع علي، خلاص فكرت كيف أنشئ مركز علاج طبيعي بالمنطقة. إيش ينقص نحن نسوي مركز هنا حتى يأخذهم بنتي وأخذهم كل المعاقين بالمنطقة هذه؟ فكرت بالمدرسة هذه، مدرسة شمسان، وذهبت إلى مديرها وطلبت منه أن يجيب لي الفصول، هذا المخازن المدرسة، وكان فيه بأثاث وأدوات وكذا. وبعدين نقلناهن إلى مكان آخر وقابل لي الفصلين. بالنسبة لبنتي مريم فحبه حب غير لا أقدر أصفه، أحب أخواني وأحبه، بس حبي لها رحمة بسبب آلامها وتعبها، تعبي مرضي، تشنجات دائمة عندي. يعني أحاول أنني كيف أقدر أساعده، كيف أقدر أخفف من ألمه، ألم صعب جدا، ما أدري كيف أقدر أصيف معاناتي وألمي. المركز فتح ب 2016، من لما فتحنا المركز المستفيدين حدود قد وصلوا حدود 500 حالات مرضية، أكثر من 800 حالات مرضية، انزلاقات، احتكاك بالمفاصل، يعني العصب السابع، العصب السادس، هذه من الحالات اللي نستقبلها نحن. كمان في احتياج شديد بالمنطقة كامل للمركز هذا، لأنه في إعاقات كثيرة يحضروا من عدة عزل لهنا لعندنا، لأنه هو المركز الريفي الموجود الأساسي، ما فيش غيره بالمنطقة هذه كامل، يقوم من عدة مناطق من المواسط، المعافر، الشمايتين، يحتوي كل المعاقين. هذا يبرهن احتياج المركز وأهميته بالمنطقة كامل، وهي يفتقر لأشياء كثيرة، يحتاج لأشياء كثيرة، والمعاق نفسه حتى نشوش نكون هذا المعاق يكون عالة على المجتمع، نشي نتعاون كلنا يد بيد، يد واحدة، كيف نقدر نرفع بمستوى هذا المعاق. المركز هذا يعني أدواته متواضعة، لكن نحتاج لأجهزة أقوى أكبر، يعني تكون متطورة، نحتاج لكوادر، نحتاج لأثاث، يعني ينقصه الكثير. أول مرة مرضت في التربة، الجلطة الثالثة هذه، جلست هناك تعالج بالتربة حق 5 شهور، بعدين ما فيش إنتاج للعلاج، كنت بدفع باليوم 2000 ريال، يعني مو مش إنتاج، كانت السيارة ب1000 توديك و1000 ترجعك و2000 حق الدكتور 4000 ريال، يعني يومين ب8000 ريال. أنا حالتي المادية ما قدرت أشتغل في المدينة. رجعت لهنا دلونا على هذا المركز، يعني مجان، نقلت من التربة للمركز الإشعاع الأمال، استفدت منها كثير، تشاكلت الحمد لله، العين حقي الحمد لله بخير، واللقف الحمد لله، كنت عقام ما قدرت أتكلم ولا حاجة، كنت مطروح على الفراش. بعدين جلست الدكتور هنا، الدكتور عدنان يدلك لي، وهذا الحمد لله الحين حسيت بالراحة وحسيت بالنوم، فيه تحسن.
بس لما قلت وحسيت بهنا السموك كان يدلك دائما، حسيت يعني رجع لي احساس. بعدين حبه حبه حرك الاصابع حقي ورجلي بهذا الشكل يعني برضه. الحالات اللي بنستقبلها حالات الشلل الدماغي، حالات شلل الاطفال، حالات مثل ازمه داون، الانزلاق الغضروفي، التشوهات الخلقيه، الحالات التي بعد التاهيل بعد عمليه التدخل الجراحي سواء كانت حالات مروريه او حوادث في اثناء الحرب، حالات خشونه في مفصل الركبه، حالات العصب السابع، العصب الخامس وما شابه، التهاب عصب الورك وما شابه ذلك. الحالات اللي تم علاجه هذه الحالات المذكوره كامل يعني حسب التقبل للحالات. مثل حاله الشلل الدماغي هي اللي تاخذ اكثر وقت في العلاج الطبيعي. اهميه المركز له اهميه كبيره، يخدم الشريحه ذوي الاحتياجات الخاصه، كونه مركز مشروع خيري يعني من دون اي رسوم، يستقبل الحالات كافه من دون اي رسوم، حالات مجانيه، وهذه اكبر خدمه تعتبر للخدمه للشريحه هذه. استفدت استفاده كثير جدا عن شان كذا. انا اتمنى يستمر المركز هذا ويدعموه بشكل عام. الدكتوره مرفات طيبه عند قدم لكل الناس المرض يعني بالخدمات، ممكن في واحد مريض تساعده، ممكن في واحد عاجز يعني تهتم فيه بو يعني مثل جاهل شيبه عاقل يعني بهذا الشكل يعني جدا انه متواضع مع اي انسان. اتمنى له بكل الخير وال يعني كل ما تعني بكل تحقق احلامه ان شاء الله، يعني ينجح بحياته ويقيم بنته ان شاء الله. الدافع الذي خلاني اعمل بهذا المجال هو دافع انساني اولا واخيرا، من شان اخدم المعاقين. ايش تخدم المعاقين؟ خلاص اصبحت الان بينهونني، مأساتهم مأساتي، ألمهم ألمي. فلذلك أني أحاول الله بقدر استطاعتي أوقف معهم وساعدهم. شعوري وأنا أخدمهم أني سعيدة جدا وأحس بفرح يعني شعوري لا يوصف والله. أمنيتي يتحول هذا المركز المتواضع الذي بدأنا منه إلى مركز ضخم كبير يحتوي عدة أقسام، بحيث أننا نحوي جميع المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بكل أطيافهم. إذا تحقق حلمي سأكون سعيدة جدا، لانه هذا الحلم ما اصبحش حلمي لحالي الان، اصبح حلم مش حلم يعني طفلتي بس، بقى حلم الجميع، حلم المعاقين كامل. اصبحوا الان كانهم احسهم كلهم اهلي ابنائي، يعني ما اقدرش اصف كيف يكون شعوري. في إحدى الأيام قررت مرفت تنفيذ فكرة مهمة لصالح من نسيهم الجميع، واليوم يقرر حيث الإنسان تحويل تلك الفكرة إلى واقع جديد. نعدكم أن يصبح هذا المكان غير ما هو عليه الآن. ألف مبروك بلقيس. الحمد لله.
بقيت. شيء مفرح جدا انه يكون هناك جهة تلفت انتباهها لهذا المكان ولهذا المجال، وكانت هذه الجهة هي مؤسسة التوكل عن طريق برنامج حيث الإنسان. بالنسبة للفرق الحاصل ما بين السابق والآن كان شيء واضح وشيء كبير وواضح، من خلال توسعة المكان، من خلال توفير الأدوات والأجهزة. كانت في السابق لا تتوفر بعض الأجهزة، الآن الأجهزة توفرت، وإن شاء الله بيسهل عملنا عن السابق، ويكون في هناك نتائج وتحسن لبعض الحالات عن طريق هذه الأدوات وهذه الأجهزة. شكرا جزيلا، شكرا على تفاعلكم معنا. الحمد لله على هذا الدعم، الدعم اللي احنا فيه، مرتاح جدا انه حصل هذا الأجهزة مشان اتعالج. سعيدني جدا كل المعاقين مش اللي انا. أشكر برنامج حيث الإنسان وقناة بلقيس على جهودها العظيمة التي دعمتنا فيها. مركز شعاع الأمل كان المركز يفتقر الأدوات وتأثيث وتوسع وكذا، والآن الحمد لله بفضل الله وفضلكم فلكم كل الشكر، والآن أصبح المركز يستطيع أن يقدم خدمة أكبر شريحة كبيرة من المعاقين، وإن شاء الله نتقدم بفضل الله وفضلكم.